الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ومجيب الداعين، وغافر ذنوب المذنبين، وقابل توبة التائبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم سركم سرهم ونجواهم، ويرى ما يفعلون ويسمع ما يقولون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، ودرسي امتحانها ها وكصاب سنة بشهر رمضان جلسدي لبي طبنات أن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. درس وحو يا عوان كيسو: فضل الذكر فضل الأذكار. ذكرك فضلك أولي هي إي أذكارت أي كساب سنية هي درسك يا نمانتا. ما دام كترنا بالرمضان أو بركايسا وحالوبا هي هي بشاين لغا فائدستو أو لغا فائدستو. ذكر الرحمن الله الرحمن كحسكي سين لغا فائدستو. وأوي أنكم مركو أذكارت بديو أذكارنا وحا أغو فضل بضان القرآن الكريم وإلهي اللي قد وادو اللي قد ورديو اللي قد نقم اللي قد أخري إلهي اللي قد وادو. أفضل الذكر وحوية وقرآن كإلهي بشانون وبشي قرآن ك مركوح على الرباء. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس أورنا إمام مسلم في كتاب الذكر. نبيغو مكة سعودة ودوين كمكة ودكمدة أيا وحو صومري بورت ليرا جمدان. بركا وحو يري سعودة صحابتي كانوا جمدان أما جمدان لي جمدان وي بورت ليرا يا سعودة. بركا سنبي وحو يري سبق المفردون وعهر مري ورقو دنقور مري رقي خير كأوليريي أو خيرك يعني وحوي أهر مري رقا ساوحيري رقا سبق المفردون. مركاسة وحيرة هذين. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ وامحاي مفردون تمعنى هذا وامحاي. وحيري نبي مفردون وحليرا كو عبادة إلهي لقاه نقضي أدت كأقدر إيه كواس ليرا مفردون. وحيو النبي تعريف مرقش يجاي: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. مفردون وعليرا كوا إلهي حسكي سبديي رقأ إيه والذاكرات ضمرك الله حسكي س إيه حصوصت إلهي إيه أذكارت إلهي بديي. وعوي أذكارت بدين تيدا ميزانك حسناتك أيا كوكو عصلان أيا ميزانك أيا وينان أيا أعماش هذا إلهي كبعين أيا ميزان الحسنات أيا كرد أيا أديق النفط هذا مؤمن كاها كبع أيا أو وينان أيا أو ميزانك مالين تقيامها أتكان أيا أعماشا أتكان يسوى ميسان كاللساريا. الله أكبر. كلمات كأي واحد أخرين يسام ميسان كاللساريا.
سيدة النبو نوشي قرآن كسوغان إلهي وعليه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ما لنت قيامها ميزانك الغصارية إلهينا وحير أو ظلم يكو سما إما يميزانك وعدالة يعني لنا آدم لنا حسناتك لنا سيئاتك لنا عقوبة أنبو آدية هذه حسناتك قبطو حق مدك تؤتشل عسنية أو آدية هذه سيئاتك قبطانا حق وحو آدية بدحدة والعياذ بالله مركزنا وأهل النار نكو ميسانك إلا وين يولا لبضيو حسناتك ولو بهاي روح هدا على سبيل المثال تصال أهان مركو نقتر أطاقو أي راهدو نقتر ضبيب وميزان كيجي وارد معي انت هسانها تضباطنها وحمرية لحدا بمرية طوام بايقات نعضي وحوية ليجي وهوسية ليجي هوسية مرك ماشي اللي قربي إنه تضباط النقضة قمتم ومرية محاو السبب الدكتور وحوية كيسر بغلية لباطن بغلية طوام بمرية محان سمية ها ساسمية ها وعاد ياشاه هذا عيلات كيف قرينا ما أنت ذكرك بشر ما وح ميزانك كرنية والروح عمل كيس مكر قاضة والروح كرنية نن عباد الرحمن وذكرك إلهي وقرآنك إلهي وح أوذنك كوبين هنا ونص صعتها نقترك وعليه إلى أي قرمة لجهاي وعليها يا دكتور إلى أذوق بلي هذا لو بلوذا ميزان خاص رعي وح ميزانك كرنية كوشي جيا مركه wuxuu haday yihiin waxaad basataa ya waxaad basataa si miisaan kor ugu soo kaco oo awood kor ugu soo kacdo leenta badso waxa weeye kaliyaha cun waxa weeye milaha wax yar ku darso waxa weeye adigu fitaminaadka leenta iyo burto baasha bombeelmada badso waxa sukule iyo kaliyaha qudaarta cagaaran waxa badso marka hal bil kadib ugu soo noqo allahu akbar shirkiiba la kubciyay لكن روح دي با أباهن إن أيضاً اللي كبعيه شركي والويني ميسانكي واسون نغضي مركي هور ميسانكو ضعيفة وها خفيف بوها هدا ميسانكي ثقيل بو نغضي معاه ثقيل كرلغي وها آد عنتا ثقيل كرلغي آخرانا وها ميسانكا كوكر لكرا أو كوات كيكرا حسناتك الله تمد روح دي وحي أباهن تي قدو كما أن الجسد يحتاج القضاء إلى القضاء شرك وعبان يهي صبح دي الفطور والغداء والعشاء هذه وجبات رئيسية وجبات رسمية ويحتاج أيضا وجبات خفيفة بعد العصر حبة سندويج طيب قبل العشاء حبة سندويج وكوب شاي حليب ويهي وهوية مركة روحي وهي أباهن تاي غدا داس أيضنا مركه وحو يري النبي مالين مال ما كميده سقط في طريق مكه صعده حديثك مركان قالنو ميسانك هل كرديو ميسانك الهي سو ميسانك كوغو ادكاده مالين تقيامها ميزانك كردي عبادته هل كرديو بشان ولي هو بشا ميزانك كر لو قادا او الهي سبحانه وتعالى روح او جينيا اعلى عليين ان الابرار لفي النعيم وان الفجار لفي جحيم وعور النبي كوي خير كأهر مري كواس أمان له صحابة وعي راهدين وما المفردون يا رسول الله مفردين توام هاي مركاسو الذاكرون الله كثيرا كو إلهي إن بدن حسوي أم هاي كحسيان ذكر الرحمن أي كحسيان العبادة وذكر الرحمن إله الرحمن كحسيا إله نكو حسن الله وحسيا إنك إلهي كقوصنا الله وكقوصنا إياه ماشا ماشا الله الله سادو قدري سألك هو قدرين إياه ها وهو يمرك وحير الصعدة سبق المفردون مركاسر المفردين توا يا رسول الله مركاسر الذاكرون الله كثيرا وعكلا إلهي أماني سبحانه وتعالى أهل الإيمان أي أماني وحونك أماني إني يريهين وهو أمان أهل الشكر وهو أمان إن يريهن أن يكون القرآن كما يقول الشيخ الله وحوليه آية صدحية طمنات أي كتر سورة السبع
صبأ معها صبأ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور اعملوا عمل فلا آل داود داود أهل كيس وهي سليم نبي سليمان أهل كيس وقليل من عبادي الشكور وحير أنت إلهي أشكر النقد أم هد عليسة ونعمدي ألسي كشكر سا تدكا سوايرهم بور الله سبحانه وتعالى وحو كلاير النبي صلى الله عليه وسلم وحو دعايي تدكا الدين تكب دقن آخر الزمان كسيدة يقول دقنايين وقتي أي دين تعصبيد وجديد كأهيد المسلمين يرايين سيدة الدين تقريب كأهيد أي آخر الزمان كدين تقريب ونغنيسا وننك السنة النبي هايستا وكب دقن أي مقع يالله بحين أي oo sumad loo yeelaya oo tuun bar lagu dhufanaya marka wuxuu yiri dadka nabigu habaqinina yaani waxa weeye tiin baraha iyo afka iyo balaayada yaani yeeso waxba idin yeelin tuuba lil quraba dadka qariibinta ee waxa weeye wadan aan laga aqoon jooga qariib waa ninka waxa weeye qariib ka ah waageyniga oo aan la aqoon aakhir zaman kan marka lagaana dadka sunnada waageyni weeye waa qariib ولا ما حين كاني وعصمين يا وام حي الله أكبر ومتشدد وبلايو وأسر راع وكذا طوبى دعا صلى الله عليه وسلم للقرباء يدعي النبي ويدعي بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لأنهم قلة ويريهن وعير النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصهم أكثر من يطيعهم وعير ذاتك غرباء يكون لحشره ذاتك غرباء أصو صوبا تطفي عن باشره وناكسا أو تطحن كل لحشره ذاتك أصن أيك يعني عاسنية أنت عاسنيسا ذاتك وناكسا أو قليليسا وأفلقا دينيسا وحكشيغيسا أيها بضن أنت أدعسن أو رعسن أو أماني سهن وايرته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يضيعهم أنت أدعي سبدا أنت ديدا وايرتها عفوا وعير النبي تتكنو عاسة أو لي يصي أو للي دي أو ليها وأسر رع وكذا وحاجة وعكستبها الغشيغو أي مقح الغشيغو آخر زمانك تتك الدين تكون لقنو وايران أيان دين توارن بالدبة آخر زمانك وحاوية دين بالدبا سيدا الله هيا هنا وأدك تاي مركب تتكو حان كلها تبدار منا دين تود إني هايستان وأن لقفر مروتين أيا كلها تبدار منا وحير نبي صلى وحير أصغى هذا الكسي ولو يعلم الملوك وأبناء الملوك وأبناء الملوك بحياة المفردين لجالدوهم عليها بالسيوف يقول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم في كتاب الذكر ما أنت وحان دلتها قلنا كتاب الذكر ذكري صحيح مسلم باب فضل التهليل والتسبيح أيا ما أنت دلتها قلنا أيها الحبة وعير صوبنها شرفت له تتكى تنوى ومدرج ولو يعلم الملوك بقرده هدي أجان لهايين إيه بقرده ويل شوده يا دتك خير كأهر مري عبادة إلهي ملك جاري معانك أي هايستان إيه وناك أي هايستان وشيد لهايين سافيل لدع لهايين لكن ما أجا نعمة أي هايستان الله أكبر نعمة وعلو يغانا نينك بانك وحيا لي نينك حواقا شاب كيسو وحكو تشيران ninkii kula mustaqbalka iyo waa mudammin ma sha Allah mustaqbalku waa damaanad qaaday okay weey banka waxba ay alla doktora waa qaatay yaani masterad waa qaatay xaq waa qaatay taasu damaanad qaad maaha damaanad qaad waxa aakhira ninkii damaanad qaada oo aakhiro meel wax dhigta ha waxa weeye nabi wakiir allahumma la aisha illa aishul aakhira waradu bil hayati dunya wama al hayatu dunya fil aakhirati إلا قليل آيات كلنا وحاوي إلا ما تعده غافل صدن يسدد صدن يسقال توبة شرته ورضوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وعليه النبي صلى الله عليه وسلم تتكوّل الشهد لكن ما أقول نعمد أن كترنه وعير النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله واتن ميزان كم حاكر ليه
maxaa soo celi kara yani miisaankaagii iyo awooddaadii maxaa soo celi kara miisaanka liintii waa jirka waxa weeye beerkii waa jirka bumbeelmadii waa jirka qudaarka cadaarina waa jismiga laakiin ruuxda maxaa kordhi kara oo kobci kara waayahay miisaanku waa soo noqonaya haddaad qur-aanka akhriska badisid towbada haddaad badisid istikfaarta haddaad badisid subxaanallaahi haddaad badisid alxamdulilah haddaad badisid allahu akbar haddaad badisid laa xawla walaa quwata haddaad badisid intaasoo dhan miisaanka cuslaanaya faman thaqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu he fa ummuhu haawiya fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun talfaxu wujuuhahum annaar wahum fiiha kaalixuun in miisaankaagu soo noqdo aakhiro ku dadaal miisaankaagu inuu cuslaado ku dadaal aakhiro miisaanka walwasnu yowmaidin ilxaq faman thaqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun allahu akbar aayadaha qur-aanka meel sheegi kara miyaa la dhamay karaa in allaha laa yadlimu mithqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha wayu'tu min ladunhu ajran cadiima allahu akbar waxa weeye wuxuu yihi nebigu inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar inaan saa idhaah ayaan ka jecelahay mima dalaca alshamsu wax alla wixii qoraxdu ay usoo baxdo oo dhan intaasaan ka jeceloho nebigu adduunka oo dhan isku xoori waxaan ka jeceloho nebigu adkaartaan iyo alfaadaanaan ka jecelahay lianna waxa weeye waa xabiibu raxmaan ah kelimataani khafiifataani cala allisaan saqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan he subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim billaahi calayka maxaa ka wanaagsan kelimataani miyay maxay kaa dhibay subxaanallah mi'ata mara alxamdulillah mi'ata mara allahu akbar mi'ata mara bil ramadaanaan ku jirnaa fii ramadaan wa fii gayriha waa leedahay waayahay inaan idhaahdo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah allahu akbar ayaa adduunka o dhan waxa ku jira oo waagu u baryay ayaa iga fiican malaayiin doolari bilyan dheh taasaan ka jeceliyo nebigu nebigu waxaa la rabaa inaan ku dayanaa adduunka u shaqayso laakiin ha noqon cabdu diinaari wa dirham nin dirhamka caabuda nin doolarka caabuda oo aan diin lahayn oo waxa weeye kolba meeshii doolarku jiro meeshay ka onkodo u cararaya hilaacu meeshu ka dhaca adduunyadu aadaya ha halkaasa wax la iigu sheegay jeebka aan buuxiyo ninkaan u buuxi ninkaan u waxee ninkaan la safo ninkaan ka safo ninka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun miisaanka aakhira ha loo shaqaysto war miisaan waa mid ka aakhiro noqol waa mid ka aakhiro beelintku hasaabi maayo beelintku wacdi maayo waa run qur-aankii baan idiin sheegay xadiidkii allahu akbar waxa weeye halkaasu waa alfaadda iyo adkaarta waxyaalaha miisaanka cusleeya oo miisaankaagu uu soo noqonayo awooddaadii soo noqonayso markaad waxyaalaha cabtiso maaha tanna waxa weeye waxa ruuxda anfacaya qiyaamaha iyo qabriga oo qabriga lagu waasicinayo oo lagu hagaajinayo walaalayaal waxa weeye waa dikru raxmaan fadlullah waxa weeye aladkaar tilaawatu lqur'aan ha la badiyo wuxuu yidhi sulaymaan bini daawuud wa annakii ilaahin icmaluu aala daawuuda shukraa waqaliilu min cibaadiya shakuur nabiyullaahi sulaymaan ayaa isagoo ciidankiisi iyo jundigiisi iyo boqortooyadiisi wixii oo dhan wata ayuu wuxuu soo agmaray nin falaaxa falaax yacni nin beereeyoo soo agmaray markaasuu saa inta u fiirsho wuxuu yidhi allah ilaahay wuxuu siiyey nebi sulaymaan fara badana mulkiga iyo nebinimaa la iskugu daray annubuwa waalmulk ha ayaa la iskugu daray alla fara badana wuu maqlay lianna qur-aanjada hadalkeeda uu maqli jiray nebi sulaymaan callamnaahu mantiqa tayr wacallamnaa ha wa uutiina min kulli shay allahu akbar markaasuu wuxuu yidhi tasbiixatun aw tasbiixataani khayrun min mulki aali daawuud subxaana allah amase hal subxaana allah subxaana allah oo tiri hal mara
amase subxaanallah oo laba goor tiri ayaa maandhow adeerow ka khayr badan mulkiga aali daawuud nebi suleymaan mulkigiisa iyo daawuud oo dhan intaasaa ka khayr badan allah war nebi suleymaana sidaa leh oo nebi daawuudaa yidhi nebi maxamedaa yidhi ambiyadii oo dhammaa yidhi kutubtii oo dhanaa tiri وأنّا له الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى ويا وعيور النبي صلى الله عليه وسلم نعمة صنّا شجع نعمة هلقات أذكرت هلبدي وحنا وحبنا لو قادم ليس سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله استغفر الله الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله درس جين ما أنت لبيت منات انتا سنوغ نيهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته